شارك في إنشاء المفاعل النووي العراقي، وتم اغتياله على إيد فرقة اغتيالات كاملة من الموساد. فمين هو يحيى المشد؟ واحد من أهم العلماء في التاريخ المصري. سنة 63 اتخرجت بعثة كانت مبعوثة للاتحاد السوفيتي لدراسة المفاعلات النووية. واحد من اللي كانوا في البعثة دي هو الدكتور يحيى المشد، وفعلا رجع مصر وبدأ يعمل أبحاثه، لكن الأبحاث دي كلها وقفت بمجرد بدء حرب أكتوبر. وفي سنة 75 مضت العراق اتفاقية نووي مشتركة مع فرنسا، وزي أغلب المصريين في كل زمان سابوا أحلامهم وراحوا ورا اكل عيشهم، وخد الدكتور يحيى المشد بعضه وطلع على العراق. بدا التحضير لتشغيل مفاعلين وهما تموز 1 وتموز 2، لكن طلعت اسرائيل في غارات جويه ودمرت المفاعلين.